قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے.